طيب، نحن اليوم حنبلش بدرس السياسات الزراعية. بداية خلينا نحكي عن أهمية تطوير القطاع الزراعي. تعرفوا يا صبايا من القطاع الزراعي من أهم القطاعات اللي بحقق نمو اقتصادي مستدام بالبلد على الصعيد الاقتصادي، أضف إلى أنه على الصعيد الاستراتيجي بحقق الأمن الغذائي. يعني أنا إذا عندي بلد قطاعه الزراعي متطور، هذا البلد بيضمن انه يحقق لشعبه الامن الغذائي وما يموتوا من الجوع. اما على الصعيد الاجتماعي، فتطوير القطاع الزراعي يؤمن فرص عمل، يعني يخفض معدلات البطالة. بس في ملاحظة قبل ما ننتقل للمشاكل، بس نحكي زراعة، يعني خلف كل نتيجة يجب ذكر كلمة زراعي. يعني مثلا عجز في الميزان التجاري الزراعي أو زيادة الإنتاجية في القطاع الزراعي. هلا قبل ما أفوت بالسياسات، خلينا نتعرف على المشاكل اللي بيعاني منها القطاع الزراعي. من هذه المشاكل منها بتعلق بالمزارع نفسه. يعني بتعرفوا نحن بلبنان القطاع الزراعي يعاني من مشاكل عديدة، منها أنه دخل المزارع منخفض، منها أنه المزارع ما عنده ضمان صحي، منها إذا تعرض لأي مخاطر أو لعواصف طبيعية مثلا الدولة ما بتدفع له تعويضات أو بنسب قليلة. أضف إلى المشاكل تتعلق بالبنى الزراعية، يعني مثلا كلفة الإنتاج الزراعي مرتفع، الأسمدة مرتفعة، المزارع بيعاني إنه ما بيصرف إنتاجه الزراعي. أضف لمشاكل إلها علاقة بالأسواق، بالمنافسة الأجنبية للإنتاج الزراعي. إذا المشاكل هي على صنفين. بداية نحن بس نحكي بالسياسات، بدنا نحكي حسب نوع المشاكل. إذا المشاكل اللي بتتعلق بانخفاض دخل المزارع، فضروري يكون في سياسات تدعم المزارع ليبقى بأرضه ليتطور القطاع الزراعي. هاي السياسات الداعمة لدخل المزارع هي على شكلين. سياسة يعني أنا بكتبها بهذا الشكل: السياسات الداعمة لدخل المزارع، إما عبر دعم الأسعار أو عبر المساعدات. السياسات الداعمة لدخل المزارع عبر دعم الأسعار، حنتعرف على 3 سياسات. 1، السياسة الداعمة لدخل المزارع عبر دعم الأسعار من خلال شراء الدولة للمحاصيل الزراعية بسعر الدعم. في عنا السياسة الثانية، السياسة الداعمة لدخل المزارع عبر دفع تعويضات للمزارعين. والسياسة الثالثة اللي احنا اخدين عنا ومنعرفها، السياسة الداعمة لدخل المزارع عبر دعم الأسعار عبر حماية دخل المزارع والإنتاج الوطني من المنافسة الأجنبية. خلينا نبلش بأول سياسة. بداية بسياسة الداعم لدخل المزارع عبر دعم الأسعار، الدولة عبر شراء الدولة للمحاصيل الزراعية بسعر الدعم. الدولة ببداية المحصول بتوضع شيء اسمه سعر الدعم، هذا أو له اسم تاني، سعر المضمون أو السعر المكفول. هذا السعر بيضمن للمزارع أنه يبيع إنتاجه الزراعي من دون ما يخسر. هذا السعر بيتألف من قديش مكلفه سعر السلعة زائد الربح اللي بده يربحه من الكيلو مثلا. قبل الموسم البذر الدولة بتحدد سعر الدعم، لنفترض مثلا كيلو البندورة، حددت سعر الدعم ب 1000. هذا السعر إذا باع المزارع كيلو البندورة ب1000، هو دخله معزز وما عم يخسف. هلأ في حال صار ونزل موسم البندورة على السوق وصار سعر الدعم، كان سعر الدعم أكبر من سعر السوق، فهون المزارع ببيع للدولة. أما في حال كان سعر الدعم أقل من سعر السوق، يعني مثلا سعر الدعم اللي محددته الدولة كان 1000 ليرة، بينما سعر السوق السنة ما في موسم بندورة كان سعر كيلو البندورة ب1250، فهون أكيد المزارع بفضل إنه يبيع بالسوق، وهيك بكون عم يتعزز دخله أكبر. أما السياسة الثانية فهي السياسة الداعمة لدخل المزارع عبر دفع التعويضات. ففي هذه الحالة الدولة ما بتشتري منه للمزارع، بل بتقول له بيع بالسوق وأنا بتعهد في حال كان سعر الدعم أكبر من سعر السوق، الدولة هي بتدفع عنه تعويضات، اللي هو الفرق بين سعر الدعم وسعر السوق. أما السياسة الثالثة فهي السياسة الداعمة لدخل المزارع
عبر حماية دخله من المنافسة الأجنبية. نحن بنعرف أنه الإنتاج المحلي الزراعي بيتعرض للمنافسة من إذا بدكم من مصدرين. المصدر الأول هي الدول النامية اللي أصلا اليد العاملة عندها متدنية جدا زهيدة، والمصدر الثاني هن الدول الصناعية اللي بتدعم صادراتها واللي بتبيع إنتاجها المحلي بالأسواق العالمية بأسعار إغراقية، يعني سعر أقل من سعر كلفة الإنتاج. فقدام هيدي المنافسة الشرسة، هون قدام الدولة إنها تحمي إنتاجها المحلي الزراعي من المنافسة الأجنبية. كيف بتحمي؟ إنها بتعتمد الوسائل اللي نحن بنعرفهم. واحد، إنها بتحدد كمية الاستيراد. اثنين، إنها بتفرض مواصفات تعجيزية. وثلاثة، إنها بتعلي الضريبة الجمركية على الاستيراد. الضريبة الجمركية هي بتتألف من كلفة الاستيراد السلعة زائد بالبلد المنشأ زائد كلفة الشحن زائد كلفة التأمين. يعني هالضريبة على السلعة إذا كانت عالية، يعني حاعطي مثلا، لنقول مثلا، نفترض مثلا طن البطاطا، إذا كان طن البطاطا واصل على لبنان سعره عالي، فأنا الدولة بخفض الضريبة الجمركية عليه، لأنه أصلا ما حيقدر ينافس الإنتاج المحلي من البطاطا بلبنان. أما إذا كان كلفة السلعة أو كلفة الطن مثلا ضريبته جمركية متدنية أو كلفته متدنية، فأنا بزيد عليه الضريبة الجمركية كرمال يوصل على لبنان سعره عالي، وبالتالي ما اسمح انه ينافس الانتاج الاجنبي السلع المحلي.